من المملكة العربية السعودية انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدا من جدة لحفار يعمل على إزالة إحدى البنايات ضمن عملية هدم الأحياء العشوائية في المنطقة. وأثناء إزالة هذا المبنى انهار بالكامل على الحفار في مشهد مؤسف، لكن إلى الآن لم تصدر أو يتم إصدار أي تقارير عن الإصابات أو الأضرار. نشاهد.